لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، ثاني حالة وفاة بسبب التعذيب لمتهمين في مكافحة إجرام النجف. في البصائر، التغيير الديموغرافي مستمر في حزام بغداد بحجة الاستثمار ومحاربة الإرهاب. في صحيفة العرب اللندنية، الحكيم يجرب استخدام الشارع لإسقاط حكومة عبد المهدي. في الزمان، رئيس حكومة كردستان يلتقي الرئاسات الثلاث في بغداد. في الخليج الإماراتية، لجنة إعادة الانتشار في الحديدة تتوقف ومقترح جديد حول المخطوفين. العربي الجديد، إيران تؤكد نقل ناقلة نفط أجنبية إلى شواطئها بسبب عطل فني. وفي صحيفة الشرق الأوسط، ترامب: تقدم كبير تحقق مع إيران ونريدها خارج اليمن. السلام عليكم. أقصى جهد بذلته مفوضية حقوق الإنسان في العراق وتعبيرها عن القلق إزاء الانتهاكات التي تجري في سجون حكومة بغداد في تقليد غير موفق لمواقف الأمم المتحدة الباهتة التي صارت سجيتها في توصيف ما تشهده حقوق الإنسان من انتهاكات وخروقات فادحة. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أنه لا وجود لشيء اسمه حقوق إنسان، لا في ثقافة الرأي العام ولا ضمن أجندة الأنظمة الحاكمة والمؤسسات المرتبطة بها التي ترفع شعارات الحقوق وتتحدث بها في أطر إعلامية وترويجية مصلحية لا أكثر. الحديث عن واقع السجون ومراكز الاعتقال في العراق العلانية منها والسرية قديم متجدد، لكنه على الرغم من تحقق كافة المعلومات المتعلقة بهذا الملف وثبوت الجرائم الممنهجة التي ترتكب بحق المحتجزين بدوافع طائفية وأخرى سياسية، لا يزال بعيدا جدا عن دائرة الاهتمام المعتبرة، ويقبع في زوايا مظلمة يستنكف الإعلام الموجه أن يلتفت إليه ولو بشيء من انعكاس ضوء. المفوضية القلقة نفسها وثقت وجود ما يزيد عن 17,000 معتقل، نحو 10% منهم نساء، تم الزج بهم وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب المعروف عنها أنها وسيلة للسلطات الحكومية في تصفية المجتمع العراقي طائفيا، وسبيلا من سبلها في إحداث حالة من فقدان التوازن المجتمعي في مناطق معينة من البلاد تمهيدا لإخلائها من أهلها. وهؤلاء هم الذين فقط أعلنت وزارة وحكومة بغداد المعنية بهذا الأمر عن قضاياهم، وإلا فإن عدد المغيبين غير مؤطر بحد يمكن للإحصاء الرقمي الإحاطة به. تؤكد الأرقام تجاوز أعداد المغيبين قسرا في العراق لحاجز 300,000 شخص، وتقر بيقين موثق أن عشرات الآلاف منهم مجهولو المصير كونهم محتجزون في سجون سرية تديرها ميليشيا الحشد. الكاتب يرى أن هذه الأعداد ليس سوى لمحة متجزئة من الحقيقة يؤتى بها لتكون حاضرة على طاولات التحليل والإدانة والمطالبات غير الملبات لتحقيق غايتين أساسيتين. الهولى هي إشغال الناس بمحاكاة المأساة والاكتفاء بالبكائيات بغية صرف الأنظار عن تحركات في ميادين أخرى. الغاية الثانية هي الإمعان في المغالطات والنقائض واستثمارها لتكون أوراق ضغط بين شركاء المتشاكسين الذين يسعى كل طرف منهم نحو مصالحه ومكتسباته. الجيش العراقي تشكل مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة في بداية عشرينات القرن الماضي، انتهى عمليا ونفسيا مع احتلال القوات الأمريكية للعراق في 9 نيسان عام 2003. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن قرار دمج ميليشيا الحشد الشعبي مع القوات الحكومية هو تصفية طائفية لبقايا القوات النظامية في العراق. في حزيران عام 2014، أجهزت دولة نور المالكي على القوات النظامية التي أشرفت على تدريبها الولايات المتحدة. ورغم هشاشتها،
إلا أنها كانت إذاناً بمرحلة فتوى المرجعية المذهبية التي بموجبها تم تشكيل الحشد الشعبي الذي انضمت إليه معظم الميليشيات الإيرانية، وسرعان ما تمت تغطيته بقانون من البرلمان وبدعم من صلاحية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. الأمر الديواني لرئيس وزراء العراق بدمج ميليشيات الحشد بالقوات النظامية يؤرخ لنهاية أي تشكيل عسكري أو قوات مسلحة محترفة ضمن مفهوم الدفاع عن سيادة العراق واستقلاله، بمعنى أن العراق تمت تصفيته باستباحة إرادته طائفيا وارتهان غده لصالح ملال طهران. لهذا فإن الجدل يدور الآن بين الأحزاب والكتل الطائفية الحاكمة حول ضرورة الاستقلال للحشد تحت كل الظروف، لأنه كما يصفه المالكي صمام الأمان لعدم انهيار العراق. الانهيارات في العراق باتت معلنة في تبين وجهات النظر والسلاح بين أقليم كردستان والنظام الميليشياوي في بغداد، وهو ما يحصل أيضا بين قوى الشعب الرافضة لهيمنة الميليشيات وبين نظام دولة 67 ميليشيا التي تستعد لنتائج انسحاب دائم لموظفي السفارة الأمريكية في بغداد، مع احتمال تعزيز تواجدهم في القنصلية الأمريكية في أربيل. ويختتم الكاتب بالقول إن الجميع يحصد ما خلفه الاحتلال الأمريكي، لكن هذه المرة لم يعد هناك شيء تحت الطاولة في الصراع الأمريكي الإيراني، إن وجدت طاولة يختبئ تحتها إرهاب ولاية الفقيه أو إرهاب ميليشياتها ومخططاتها في العراق. قال صحيفة إنديبندنت عربية إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يجد نفسه وسط غابة من الخصوم المتوثبين والحلفاء غير الموثوقين. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الحديث عن استبدال عادل عبد المهدي يجد مزيدا من الأذان الصاغية في بغداد، متسائلة لماذا يتخلى داعمو رئيس الحكومة العراقية عنه. منذ لحظة تكليفه تشكيل الحكومة في تشرين الأول الماضي تنبأ كثيرون أن الرجل لن يصمد كثيرا في موقعه، فيما دارت رهانات كثيرة حول عدد الأشهر التي سيمضيها في السلطة من سنوات ولايته الأربع. على الصعيد الداخلي كان واضحا أن رئيس الوزراء العراقي يتحرك على أرضية سياسية هشة، فحتى أولئك الذين صوتوا لكابينته في البرلمان لم يعلنوا تبنيهم الحكومة. أما خارجيا فلم يكن حال عبد المهدي أفضل، إذ بقي يتأرجح بين حضني إيران والولايات المتحدة حتى أيقن الطرفان أنه أضعف من أن يختار جبهة. مع ذلك كان تأثير النفوذ الإيراني على الحكومة كبيرا جدا، وهو الأمر الذي دفع واشنطن إلى التلويح لبغداد بالاختيار بينها وبين طهران. منذ أسابيع تتعالى الأصوات المطالبة بتنحي عبد المهدي عن منصبه، فيما تزداد الانتقادات الموجهة نحو الأداء الحكومي من قوى أسهمت في تشكيل السلطة التنفيذية. ويشكل تناغم دعوات تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم مع مواقف يعبر عنها تحالف سائرون الذي رعاه مقتدى الصدر بشأن عجز الحكومة عن تقديم الخدمات للعراقيين، يشكل مفارقة في المشهد السياسي العراقي، إذ يقود الحكيم التيار المعارض للحكومة بينما يقف تيار الصدر على رأس القوى التي باركت تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة. وتشير الصحيفة إلى أن كثيراً من القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية ترى أن حكومة عبد المهدي تسير نحو طريق الفشل، ما يدعو إلى القفز من مركبها قبل الغرق، خصوصاً أن هذه الأحزاب السياسية لا تريد أن تتحمل مسؤولية فشل الحكومة، لا سيما وهي تستعد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل. حين أعلن عن تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، تساءل كثيرون هل سيضع هذا المجلس حداً للفساد المالي والإداري وقبل ذلك السياسي المستشري في العراق، أم أنه سيضيف أعباء جديدة تكرس البيروقراطية السائدة؟ عبد الحسين شعبان يقول في صحيفة الخليج الإماراتية إن الحديث عن مكافحة الفساد في العراق أصبح مجالاً للتندر، وفقد مصطلح مكافحة الفساد الكثير من معانيه، بل أصبح شعاراً يتشبث به الفاسدون أحياناً قبل غيرهم. من يزعم مكافحة الفساد حريص على المال العام، لا سيما حين يتم غض النظر عن ملفات وأشهار أخرى، فمن يريد مكافحة الفساد حقاً لا يتجه لزج القضاء في علاقات نفوذ
وتواطؤ مع من يسعى للتسقيط السياسي أو النيل من منافس. وهناك أمثلة عدة على ذلك، جرت تسوية ملفاتها بعد ضجة صارخة وتشويه سمعة ووقف القضاء في الحالين عاجزا أو مغلولا، لا سيما في ظل أعمال العنف والتدخلات العشائرية. لقد حاولت الحكومات المتعاقبة أو بعض الأحزاب والكتل فتح ملفات بعض الفاسدين أو التهديد بفتحها ضد خصومها بما فيها خارج القضاء، وأحيانا من التوجه السياسي نفسه أو الحزبي، وسبق لها أن وضعتهم في مواقع متميزة لاستفادتهم الشخصية والحزبية، وذلك شرط ولائهم المطلق لها وفقا لقاعدة الولاء قبل الكفاءة. الأساس في مكافحة الفساد هو الفصل الحقيقي بين السلطات، بحيث تكون هناك مراقبة برلمانية ومحاسبة ومساءلة خارج الحكومة، ويمكن للمجاميع المتضامنة اتخاذ قرار على أساس برامج ورؤى وأهداف ومطالب، وليس تبادل المنافع أو المغانم أو المساومات غير المبدئية على حساب المواطن. الكاتب يرى أن المهم ليس إكثار الحديث عن الفساد وتشكيل الهيئات واللجان والبحث عن انتشاره وتصدير توصيات لمكافحته، بل تمكين المؤسسات والأفراد وتنظيمات المجتمع المدني لمكافحته وتحسين الإدارة بالوقاية والحماية والإجراءات الفعالة لتطويقه وحصره. يحش التيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم لتظاهرات مليونية في محافظة البصرة يوم الجمعة القادم بطريقة مزدوجة وخالية من العقل والحكمة. طالب عبد العزيز يرى في صحيفة المدى أن يوم الجمعة سيكون يوما عصيبا بكل تأكيد، ذلك لأن الآلاف سيدخلون المدينة بحجة أنهم مواطنون من البصرة لينضموا إلى حشود المتظاهرين الذين يبيتون الشر لها. لا يمكن تصديق دعوى أبو كلل وتيار الحكمة أنهم الرجال الموعودون لخلاص البصرة من طغاتها، ولن تنطلي لعبة كهذه على مواطني المدينة بملايينها الثلاثة. فقد جربوا تياركم من خلال المحافظ النصروي الذي أخذ الجمل بما حمل ورحل على جسر الفلت الذي افتتحه بيده لنفسه. هذا لا يعني أن التيارات الإسلامية الأخرى ملائكة رحمة أبدا، كلهم أمعنوا في الجسد البصري تقطيعا. منذ أن خرجت البصرة من قبضة الأخ الحكيم والحديث يدور عن فقدان الممول الرئيسي للجنته الاقتصادية، الميناء والنفط والحدود مراتع بصرية خصبة لقطعان الأحزاب والعناصر المسلحة، والبصرة ساحة فارغة لكل من فرغت خزانة حزبه، أما الحكومة فهي العاجزة. يقول موظف بسيط في أحد الموانئ على البحر أنه يخسر ما قيمته 300 إلى 400 دولار يومياً إن تمتع بإجازة يوم واحد. أما عن الكبار الذين يديرون شؤون الميناء الذي يعمل فيه، فيقول إنهم لا يتعاملون بمئات الدولارات إنما بالشدات، لذا على الحكومة في البصرة أن تعي حجم الخسارة التي يتعرض لها الأخ أبو كلل وتياره هناك، وعليها أن تعرف ثمن الصراع الذي ستدفعه المدينة عقب ذلك. الكاتب يشير إلى أن وزارة النقل كانت من حصة تيار الحكمة في عهد الوزير الحمامي مثلما كانت من حصة بدر في وزارة العامري، لذا فهي صراعات أموال. وبمجرد أن نعرف عدد الذين تسلموا المناصب الرئيسة في عهد العامري ومن ثم عدد العناصر الذين تسلموا المناصب تلك في عهد الحمامي، سيتكشف لنا عدد المشايخ والرؤوس الكبيرة من المسلحين وغيرهم مما يمسكون المفاصل تلك ويتصارعون عليها. نشر صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا للمحامي جون كونوي يقول فيه أن دونالد ترامب هو رئيس عنصري وليس هناك جدال في هذا الأمر. ويضيف الكاتب وهو زوج مستشارة الرئيس كيليان كونوي أن ترامب كان بلطجيا مثيرا للشفقة، فبطريقته الفظة والمعروفة فهو يهاجم أي شخص يعتقد أنه ناقد له. يقول الكاتب إنه مهما شعرت أنه غير صالح للحكم إلا أنني اختلقت له الأعذار والشكوك حول عنصريته، ومهما وصلت درجة كراهيته عندي فإنني كنت أحاول دفع التفكير عن الرئيس الأمريكي أنه عنصري جاهل ويستدرك، لكن يوم الأحد لم يدع لي مجالا للشك، فقد امتزجت السذاجة والسخط والعنصرية الصارخة في مزيج سام وأعطتنا الرئيس العنصري. كان باستطاعة ترامب استخدام الشتائم الحقيرة
وأن يقول لأربع نساء عضوات في الكونغرس، ثلاث منهن مولودات في أمريكا، إن عليهن العودة إلى الوطن الأصلي، فهذه عنصرية في الجوهر. فما قاله يظل خارج حدود اللباقة الإنسانية لأي شخص وللرئيس بالذات. وينتقد الكاتب الصمت من قادة الحزب الجمهوري والمسؤولين في الإدارة، فقد صمتوا ليس لأنهم متفقون مع ترامب، فهم يعرفون هذا، وهم صامتون لمعرفتهم أنه عنيد وسيعرضون أنفسهم للتصريحات المتوحشة، ونظراً لأنهم يعرفون أنه غبي، فهم لا يتعاملون مع كلامه بجدية، أو لأنهم عارفون بالضرر الذي يتسبب به ترامب للحزب، فهم لا يريدون الظهور بمظهر من يساعد أعدائهم السياسيين، وربما لمعرفتهم بانتقام ترامب وعناده وميله للدمار الذاتي، فهم لا يريدون في هذه الحالة تعريض أنفسهم لغضبه. ويختم الكاتب مقاله بالقول: هذا كله ليس جيدا، فترامب ليس مجرد شخص في موقف سيارات يشعر بالمرارة، بل هو رئيس الولايات المتحدة ومن مكتبه يتحدث للبلد. فما هو على المحك اليوم ليس التخفيضات الضريبية أو القضاة أو التنظيمات أو موضوع آخر، بل قيم الأمة وروحها. تدرس السلطات القضائية في إقليم كانتون سانت غالين في سويسرا فرض عقوبات وغرامات على السائقين الذين يصورون الحوادث المرورية أثناء قيادتهم سياراتهم بسبب احتمال وقوع حوادث مرورية جديدة نتيجة هذا السلوك. وبحسب موقع الجزيرة نت، فإنه لم تحدد بعد قيمة الغرامة التي ستفرض على السائقين الذين يصورون أثناء القيادة، إلا أنه من المرجح أن تبلغ 300 فرنك سويسري، أي ما يعادل 305 دولارات، رغم أنها لم تكن مدرجة قبل ذلك في قائمة الغرامات المرورية قبل الحادث. وأوضح باتريسيا جيجر المتحدثة، أوضحت الإعلامية المتحدثة باسم النيابة العامة التابعة للإقليم، أن الغرامة ستكون أشد لو ثبت أن تصوير بعض السائقين للحادث عرض الآخرين للخطر، وأنه سيتم سحب رخصة القيادة وتسجيل نقاط سلبية في الملف المروري للسائق. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.